طيب دلوقتي في امر مهم جدا في مسألة الحدود، انه من الواجب على المسلم ان يستر نفسه، يجب عليه. ازاي كنت بنقول اوجب الاسلام على المسلم الذي يقع في اثم او خطيئه ان يسارع بالتوبه الى الله والعزم على عدم العوده الى ذلك الشهر، وعليه ان يستتر بستر الله عز وجل ولا يفضح نفسه. ليه؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافى الا المجاهرين. شوف التوضيح بقى، مجاهرين طبعا جاهز زيننا، مين اللي بيرتكب الاثم علنا زي اللي قاعد على القهوه في الشارع حاطط قدامه ازازه خمر عمال يشرب، او ده مجاهر، او ده مجاهر. لكن مش كل دي بس مجاهره، ده في نوع من المجاهره. خد بالك، كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من المجاهره ان يعمل العبد عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله تعالى، فيقول: يا فلان قد عملت البارحه كذا وكذا، وقد بات يستره الله عز وجل ويصبح يكشف ستر الله عليه عنه. دي مجاهرة، يبقى الناس هتصبح، يقول يا فلان عمل، سواء فلان ده بقى صاحب او صديق او حاكم او قاضي، ربنا سترك توب وخلاص. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس قد آن لكم ان تنتهوا عن حدود الله، من اصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه. فليستتر بستر، الامر امر من النبي صلى الله عليه وسلم، من اصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. يعني هتيجي تقول حطم عليك الحد، فمن البداية ما تجيش، استتر بستر الله، استتر بستر الله وخلاص. لانك لو جيت هتضطرني اعمل ايه؟ اهو كده اقيم عليك كتاب الله. لكل ذلك قال العلماء ان على المسلم اذا وقع في معصية ان يكتم خبرها ولا يحدث بها احدا ابدا، ويحتمي بستر الله له، ويلجأ اليه طالبا المغفرة عازما على عدم العودة إلى مثل هذا الذنب. بستر المسلم على إيه؟ على نفسه. قريب أكلمنا عن الشبهات وأمثلة لها اللي تبرأ بالحدود، وكلمنا عن ستر المسلم على نفسه، يفضل ستر المسلم على المسلم. اتفقت كلمة الفقهاء على أن الحدود لا تقام إلا بمعرفة الحاكم. دي أول حاجة، دي أول حاجة. الحدود تقام بمعرفة مين؟ الحاكم. مش واحدة مثلا ترتكب خطيئة وتروح للشيخ تقول له اجلدني 100 جلدة عشان حصل كذا. لا، لا الشيخ ولا أبوها ولا حد أبدا يقدر يقيم الحد. الحدود تقام بمعرفة الحاكم شخصيا أو من ينيبه. يعني مش لازم الحاكم هو اللي يجلد، لكن يبقى الحاكم في محاكم أو في قضاء أو الآخر، ويقام الحد بأمر الحاكم. النقطة الأولى، ولا يقام الحد بأمر الحاكم إلا بعد أن يرفع الأمر إليه. فهمت إزاي؟ يعني قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم لا هو ولا غيره يقدر يقيم الحد. يعني في حديث يمكن أنا ما قلتوش، النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا قلناه في البخاري، كنا قريناه سوا، لما واحد بيسال بيقول له هي دي المراه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لو كنت راجما احدا بغير بينه ما رجمتها. بتاعت العفيف، قضيه العفيف اللي قال: اغدو يا اميس على امراه هذا فانها اعترفت فرجمها.
فجاء في آخر حديث الراوي بيقول فسألت فلان فقلت له هي دي اللي قال فيها؟ قال لا تلك امرأة علمت. فهمت؟ فقلت لك اللي كبرت منها حاجات مش مظبوطة. أو الحديث ده لو كنت ورد في البخاري لو كنت راجما أحدا غير بين لرجمته هذه. ليه؟ لأن المرأة كان يدخل عليها رجال ويخرج عندها رجال وتصرفاتها وخضوعها للكلام وتكسرها مشبوهة كل الناس بتتكلم عليها، لكن لا حد شاهد عليها ولا هي جت أقرب ولا رفع الأمر إلى رسول الله، فما سب هو ويعلم. وده حديث البخاري لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت الأذى. إذن لابد أن يقام الحد بمعرفة الحاكم وبعد أن يرفع الأمر إليه. ليه؟ لأنه قبل أن يرفع الأمر إليه تجوز بقى يجوز الستر ويجوز إيه؟ العفو وتجوز الشفاعة زي ما قلنا قبل كده. يبقى إذن لا يقام الحد إلا بمعرفة الحاكم وبعد أن يرفع الأمر إليه ويثبت بالدليل القاطع الذي لا شبهة فيه زي ما قلنا حد. حتى بعد ما يرفع الامر الى الحاكم يجرأ في الحد بايه؟ بالشبهه، وحيسال الشهود ويجيب الناس ويجيب المقر ويرجع يقول له لعلك ولعلك، ويقر مره ويقول له روح يا جدع انت تؤجل الجلسه لبكره، يجي ثاني ويقول له عملت ايه ولا عملت كذا، ما انا قلت امبارح يا بيه سمحني احنا في النهارده ما فيش حاجه اسمها ايه يا راجل انت انت عملت ايه؟ كل مره فاكرين قلنا الكلام ده يقرروا. ها يبقى قلنا انه لا يقام الحد الا بمعرفة الحاكم وبعد ان يرفع الامر اليه وبعد ان يثبت بالدليل القاطع الذي لا شبهة فيه ولا شك. واتفقت كلمة العلماء على ان الحدود تضرب بالشبهات، وان المقر بالزنا اذا رجع عن اقراره سقط عنه الحد. مش كده؟ مش اتفق على هذا؟ بدم هو جه واقر بنفسه بذنبه ثم عاد في اقراره قبل ان يقام عليه الحد يحصل ايه؟ سقط عنه ايه؟ الحد. كمان في نقطه اتفقت عليها كلمه العلماء وهي من اقر بذنب امام الحاكم ولم يفسره. حيدان الكلام قال له اسقط حدا، ماشي ايه حد سرق حد زنا حد ايه حد عمل ايه شرب خمر ما فسرش يعني إيه؟ فمن اقر بذنب امام الحاكم ولم يفسر لا يطالب بتفسيره. ازاي لا يطالب بتفسيره ولا يقام عليه الحد ما لم يثبت ويتعين؟ انه متضحك فين؟ مش مجرد انه يقر بذنب، الذي يتعين ايه هو الذنب والذي كمان ايه يفقد. ايه الدليل على الكلام ده؟ حديث القصة الحادثة اللي رواها ايه؟ أنس بن مالك. سيبوا لك ايه؟ سيبوا لك ايه؟ كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. أخد اعتراف بذنبك مفصص مفصص إني أصبت حبا فأقمه علي. فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة، فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قرص الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. ما أنسي بصدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا؟ قال بلى يا رسول الله. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال قد غفر لك حدك. ده في صحيح مسلم الحديث ده بالمناسبة. يعني طبعا الحاجات دي كلها بنجد فيها لازم الحديث الايه؟ القوية الثابتة. طبعا بيتضح من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر منه عن نوع الحد الذي اصابه ايثارا للستر. ادي ستر المسلم على المسلم، وهو رغم ان هو الحاكم مش مسلم عادي يعني، هو الحاكم ايثارا للستر. وسن للمسلمين هذه السنة الحسنة فقال مش بس فعله بقى، شوف عليه
من ستر عورة مسلم ستر الله عورته يوم القيامة. وقال من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودا. عارفين إذا الموؤودة سئلت شكرا، من رأى عورة فسترها كان كمن كأنما أحيا إيه؟ أو كان كمن أحيا موؤودا. كمان في حاسة ثانية اللي هي الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأقر عنده بالزنا فرده، رده النبي 4 مرات. أديك جنون روح ربك ها، وبعدين راح سأل أهله قلهم يجي لهم 4 مرات. اللي خد منها الأئمة إن المقر بالزنا لازم يقر إيه 4 مرات، وبعضهم قالوا في مجلس واحد وبعضهم قالوا لا 4 مرات في 4 مجالس مختلفة. فرده النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات عسى أن يتوب الرجل ويستر نفسه ولا يرجع إليه. لكل ذلك كان ستر المسلم أولى من فضحه حتى لا تشيع الفاحشة بين الناس. تشيع الفاحشة اللي هي بقى تشيعة الفاحشة اللي جرت بالجبهة بقى، اللي اختصر البت في المخبأ وراح بلغ البوليس، وعلى ما البوليس جه كانت البت مشي، الواد مشي والبت منهارة. حكاية العتبة، فتاة العتبة وهم في الآخر طلعوا براءة بعد الفضايح والمصايب والبلاوي والحوادث والأكلات، يعني طلعوا براءة وطلعوا مظلومين والقضاء طبعا ما بيشكش في نزاهة القضاء وغيرها وغيرها، والحكايات اللي بتتحكي ومجلة الحوادث وقضايا الدعارة وشبكة مش عارف ايه، كل ده اسمه ايه؟ معنى إشاعة الفاحشة يعني ايه؟ معناها انك تتكلم 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 عن معاصي الناس، هي دي إشاعة الفاحشة. انت فاكرين الآية نزلت فين؟ في قصة الإفك، لو لقيت سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ايه خير، وبعدين لو لقيت سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، كل ده كلام. وبعدين قال ايه؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. اشاعة الفاحشة هي الكلام عن الفواحش ومعاصي الغير، هذه معنى اشاعة ايه؟ مش معناها انها تتحصل وتكتر بين الناس، لا، معناها اللي كان يتكلم. عشان كده احنا بنقول ستر المسلم على المسلم ليه؟ كي لا تشيع الفاحشه. تشيع ازاي؟ انك تروح تقول ده فين عمل وده يقول على ده وده يقول على ده وهكذا. طبعا الايه باينه قوي انه المفروض الستر، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه يعني معناها ايه؟ ما تبقاش انت منهم، عشان ما تبقاش منهم يبقى تستر على المسلم ما تنبحوش. لكن رغم كل هذا بقى لازم نعلم ان الحدود كفارة على طول، بدل اقيم حد على مسلم يبقى خلاص، يبقى تاب ربنا عليه ويبقى الحد كفر ذنبه. خصوصا انه في حديث واضح رواه عبادة بن الصامت بيقول ايه رضي الله عنه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. واضحة فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. الحديث طبعا ده رواه البخاري ورواه مسلم 5 روايات بعد أبو داود. والحديث طبعا صريح في أن الحدود كفارة للذنب، وقد اتفق العلماء جميعا على أن من أقيم عليه الحد في الدنيا رفع عنه العقاب يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى رحيم ولا يجمع على عبده عقابين على ذنب واحد. وقد ثبت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة التي أقرت بين يديه بالزنا ورغمت، بتاعت الطفل إن أنا أروح أستاني لما تولدي وراحت ولدت وجدت الواد، وبعدين قال لها روحي رضعيه لما تفطميه 2 سنين، فهي استعجلت فطمته وجابته وفي إيده لقمة مين ياخد باله من الواد عشان تمشي، ولا مش عاوز تمشي، واحد قال له أنا هاخد بالي منه خلاص فرجمت.
فلما رغمت بعض الناس اتكلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. وقال صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي رجم على جريمة الزنا، فتكلم في شأنه بعض الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.